بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الوعد الحق. وفي كل حلقة نقترب من النهاية لنصل إلى الوعد الحق، وقد بدأناه في أول المنازل منزلة أمس. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى فضيلتكم هذه الحلقة الثانية في أول المنازل من الوعد الحق. كنا توقفنا في اللقاء السابق مع فضيلتكم حول الصحابة حينما ذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنازة ودفنوا في أحد الصحابة في القبر، نعم، وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ينكت بعود في يده، وتوقفنا عند هذا اللقاء. الآن بعد إذن فضلاتكم نكمل الحوار بمشيئة الله تبارك وتعالى. توكل رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كلامنا في هذا الموضوع ليس للتخويف ولا للترهيب، ولكن لإشارة أو إضاءة المصباح أو مصابيح أو الضوء أمام كل مسلم ومسلمة كي يعلم ما الذي ينتظره عندما تفارقه روحه. يعني هذا الموضوع نحن نستن يعني بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة كعلي رضي الله عنه: يا حسن يا بني ادرس الموتى وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. فإذا تعلم المسلمون ما الذي يحدث لي بعد الوفاة، لأنها مرحلة من مراحل الحياة، ولكن قلنا إنها حياة من نوع آخر، فعندما يعرف هذا الموضوع كل ما تظهر له حلقة جديدة من حلقات الآخرة يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الكارثة في من لا يريد أن يعرف أو في من لا يعرف. نعم. فنحن نقول هذا للعلم، لأننا مكلفون جميعا بأن نعرف ما المآل الذي سوف نذهب إليه، وحتى يثبتنا الله تبارك وتعالى. بلا شك بلا شك. نحن توقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ينكت في الأرض بعود معه وهم يدفنون أحد الأنصار من صحابته رضوان الله عليهم، وقال أول ما قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم، إذن هناك عذاب في القبر. يعني سوف نأتي على هذه القضية إن شاء الله، من ينكر هذه القضية ومن يقول إنها للروح أو للجسد. نعم. بعد ما أتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الروح قد أخذها ملك الموت، لا يدعها الملائكة في يده لحظة ثم يأخذوها منه، يعني هو يستلها ويعطيها مباشرة، وبعدين يأخذها الملائكة. فإن كان من أهل النعيم جاء ملائكة الرحمة ووضعوها في حنوط وأكفان من الأكفان وحنوط من الجنة، وتصعد بها وتفتح لها أبواب السماوات إلى أن يقول الله عز وجل: وسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وافرشوا له قبره حريرا. فيقول العبد: يا ربي يعني افتحوا له باب لينظر مكانه في الجنة ومكانته في الجنة. يقول العبد: يا ربي عجل بالساعة عجل بالساعة. الآخر لما ينزل العبد القبر ونترك نحن المتوفى أو يتركنا أهلنا ونحن نسمع قرع نعالهم، ترد الروح ويأتي الملكان فيجلسان العبد. يجلسانه؟ نعم، يجلس. منكر ونكير. نعم. ويقول له: من ربك؟ يجلسانه في اللحد. نعم. وضيق. يعني الله، قد يكون جلوس معنوي، جلوس يعني بحسي. والعجيب أن العبد المؤمن الملتزم بدين الله عز وجل إذا أجلساه تمثلت له الشمس ساعة الغروب تحديدا. لما؟ فيقول: اتركاني، لقد كادت صلاة العصر أن تفوتني. يعني في ذهنه إيه طول حياته؟ المواظبة، الصلاة الوسطى، الصلاة لوقتها، أفضل العمل عن الصلاة لوقتها. فيقول: يا عبد الله، أنت هنا في عالم البرزخ، هنا لا عمل، هنا حساب ولا عمل. فيهدأ. نعم، يهدأ.
ومن قبل قلنا يلقن الحجة في حلقة الأمس. نعم صحيح. ويدخل عليه عمله الصالح الذي تعب فيه حتى إن القبر يناديه الأرض تقول يعني يا عبد الله يا فلان يا ابن فلان لقد كنت أحب عباد الله علي وأنت على ظهري فالآن سوف ترى صنيعي بك. ثم يمتد له القبر مد البصر. يا سلام. والآن والآخر العياذ بالله يا عبد الله يا فلان يا ابن فلان لقد كنت أسوأ خلق الله إليه وأبغض خلق الله إليه والآن ترى صنيعي بك فتضيق عليه تضيق عليه القبر. ليس كل مدفون تختلف أضلاعه. لا 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 ليس كلهم. أصل القضية هذا للقبر ضمة للكل. لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. خلاص. ولكن ضم عن ضم يختلف. المؤمن يضمه القبر كما تضم الام ابنها ساعه الحنان والرضاعه. سلام يا سلام. والاخر العياذ بالله كان مضيق على عباد الله كان مضيق عن من حوله كان مضيق لا يخرج زكاه لا يتقي الله يعني لا يقف في مؤمن الا ولا ذمه يدخل النكد على المسلمين فهذا هو الذي يضيق لانه ضيق على خلق الله. يضم فتختلف اضلاعه. والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله. نسال الله السلامه. طب معذره قبل ان تبدا بالحديث فضيلتكم يجلسانه بالروح ام بالروح والجسد؟ بالروح والجسد. بالروح والجسد. هذا يجلسانه يبقى يجلسانه. يجلسانه. نعم نعم لان هي الملائكه تعود بالروح اذا كانت صالحه مكرمه هكذا لتعيدها اليه لساعه الحساب. حساب القبر. أما ليه الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فأنه الآن يسأل في ماذا؟ في هذه الأسئلة الأربعة. نعم. والإجابات ليست بلسان المقال بلسان الحال الذي كان يصنعه بلسان عمله الذي كان من سابقة أعماله يعني بسيطة خالص. يقول لك ما هو يعني لما نزل القرآن سوف نأتي لما عليها 19 فأبو جهل قال أنا أكفيكم 18 منهم وأنتم يا أهل قريش عليكم بواحد يعني نقيدهم ونهرب من النار. سبحان الله هذا من باب والعياذ بالله رب العالمين. طيب فالملائكه سبحان الله تجلس العبد تبدا في السؤال فلسان الحال يجيب. يعني مش مساله اننا لا انا سوف سارد لان يقال ان عمر يسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهما يسالان هما عليه الصلاه والسلام اعرف ساعتها اني عمر يعني انا متيقن ان انا ابن الخطاب. نعم. قال كساعتك الان زي ما انت الان يا جيدا. يعني جيدا. قال اذا لا ابالي ان شاء الله خلاص لما انا ثابت كده وان شاء الله يعني من ثباتي ان شاء الله سوف يمر. سوف اجيب. نعم. فيقولان له من ربك؟ اول سؤال. من ربك؟ يقول ربي الله. هذا من عمله صالح. يقولان ما دينك؟ ديني الاسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث اليكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عاش على هذا. فيقولان وما علمك؟ قال قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. مش كتاب الله يقرأ من رمضان لرمضان. أيوة. مش كتاب الله يقرأ ساعة وفاة المتوفى. لا. كتاب الله هذا دستور الأمة. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. في هذه الإجابات قد صدق الملائكة. لا الله سبحانه وتعالى ينادي على الله. ففرشوه من الجنة يعني قبر. خلوا قبر ده خلوا قبر هذا من الجنة. وألبسوه من الجنة. سبحان الله تلبس الروح مش الجسد. الجسد خلاص يعود. وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه هذا ما شاء الله حسن الثياب طيب الريح يقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول له من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يا سلام. يحب ان يعود الى اهله وماله بس يعود اليهم ايه هذه المره منصورا. العمل ياتي بعد سؤال الملكين. نعم. وهناك روايه انه ياتي يلقنه في روايه اخرى. نعم. وهي صحيحه الاسناد ايضا. نعم. وان العبد الكافر سلم يا رب الصوره الاخرى اهي. صح. الصوره الاخرى اذا كان في انقطاع من الدنيا
وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. مش سود يعني وجها عليهم غبرة. من شكلهم فظيع. مش حاطط أسود وأبيض يعني. نعم. معهم المسوح. المسوح. زي والعياذ بالله يعني قماش سيء. ثياب سيئة منتنة. فيها أشواك فيها هذا المنظر. فيلسون منه مد البصر. يعني مش يرى صورة واحدة وحشة سيئة. كثير. تخيل انت لما تشوف واحد مرعب لكن لما تشوف كله مرعب صعب. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. ستر. قال فتتفرق في جسده. الروح تتفرق في جسده. المؤمن يرفع منه روحه جزء جزء يريحوه. نعم. لا ركبتي لا دي الروح تتفرق سبحان الله. ثم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة يقولون هذه روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا التي كان يسمى حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح لا تفتح السماء لا لا. أين يذهبون بها؟ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. وهذا مستحيل. نوضح الصورة للمشاهدين. لو أن يلج يعني الجمل جمل كبير لو أنه دخل في ثقب الإبرة سم الخياط. سم الخياط. سم الخياط تفتح له أبواب الجنة. وهذا مستحيل. يبقى الجمل قضية رياضية بما أن الجمل الكبير لن يدخل في ثقب الإبرة فإن هذا الكافر لن يدخل الجنة أبدا سلم يا رب اكتبوا يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين التاني كان فين في عليين اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ما سجين والعياذ بالله في الدرك الأسفل كلا إن كتاب الفجار في سجين والعياذ بالله رب العالمين نلطف يا رب نأتي لشرح هذه النعمة كلها فتطرح روحه طرحا يعني تطرح الملائكة مع الصالح نزلت بروحه في كوكبة من الملائكة الملائكة لما تغلق على أبواب السماء ويأتي الأمر من الله هكذا تطرحها ترميها فتسقط فيشعر بالضبط كأنه ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يشعر بهذا كأنه ألقي فعلا من طائرة من سفينة فضاء وألقي ونزل بهذا المنطق طبعا. يا الله ولكن العجب أن يشعر بكل هذه المسافة هو ينزل سلم يا رب فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما ربك يقول ها لا أدري ها تايه لا حول ولا قوة إلا بالله لا أدري لا يستطيع الإجابة ما لسانه ما عمل لله شيئا قط ها لا أدري كان السؤال عجيب تسألني عن شيء غريب علي لا أعرفه لا أدري لا إله إلا الله يقولان ما دينك يقول ها لا أدري ها تسأل عن إيه سبحان الله تمام فيقال لا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها لا ادري يا لا أدري. الله ما أدري. فينادي مناد من السماء ان كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح والعياذ بالله رب العالمين ابشر بالذي يسوءك يعني بهذا سبحان الله سلام. هذا يومك الذي كنت توعد والعياذ بالله لا اله الا الله سبحان الله قلت يا لطيف يا رب يعني المساله بهذا الشكل يعني مساله يعني هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى هذا الحديث صحيح الحديث حديث صحيح الإسناد متفق عليه لم يرد أن أحدا من رجال الحديث أنكروه ولكن لنا مع فضلاتكم وقفة في مسألة حياة البرزخ في حد ذاتها جملة وتفصيلا ما احنا نتكلم عن حياة البرزخ
سيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يمر على المقابر ورايح الجمعة كل جمعة والسلام عليكم يا أهل القبور أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية آنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم كل جمعة فجه شهر مرض فقال فما ذهبت فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا كنا نستأنس بزيارتك يا الله الله الأغرب من الخيال ثابت بن قيس صحابي الجليل نعم ثابت بن قيس في اليمامة ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا فجه هو وحذيفة بن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فحفر كلاهما خندقا وقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه بالهرب لأن جيش مسيلمة هجم على المسلمين في أول مرة حتى أقسم خالد لأن دخل عليهم الحديقة لا 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 يعني لا لا يعني يفعل فيهم الأفاعيل رزق كلاهما الشهادة ضد مسيلمة الكذاب فهو واقف كان عليه درع فواحد من الناس يمر من المسلمين أو من الجدد من المسلمين خلع درع ثابت وغله أخذه وجري هرب لما سرق درع ثابت سرق وفي المعنى وهو شهيد رقبته سبحان الله فسرق فراجل من رجل من الصحابة من شدة بعد ما انتهت الجولة الأولى أخذته سنة من النوم فرأى ثابت في الرؤية فورا قال له يا فلان لا تظن أن هذا حلم ده مش حلم اللي تشوف أنا أكلمك إن درعي سرقه رجل وجرى وهو في أقصى المعسكر أقصى مكان وصف له مكانه أقصى مكان وقد وضع الدرع في حفرة عند خيمته وعليها برمة برمة اللي القدر يقول عندنا في الصعيد على القدر برمة كلمة عربية في عند ابن منظور يعني صحيح. فوضع عليها برمة وضع عليها حجر كبير فخبر خالدا وإذا أخذه خالد فليعد به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليبيعه وإن علي دين لفلان ولفلان وإن خادم فلان حر لوجه الله الرجل استيقظ من الرؤيا بلغ خالد خالد مش آخر المعسكر رفع الحجر رفع البرمة رفع وجد الدرع رجع للمدينة سلم الدرع أبو بكر قال والله لننفذن وصية ثابت وهذه أول وآخر وصية في التاريخ تنفذ وصية متوفى لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أخبرك ليه بهذه القصة لا. لأن الميت معنا المتوفى معنا يشعر بنا رأى الرجل وعرف الرجل وعرف أين خبأه اسمع هذه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة زوج فاطمة بنت الخطاب اللي كان سبب في إسلام عمر صحيح تخيل أن عمر كل حسناته في ميزان سعيد سبحان الله أخذ بيدي إلى الإسلام أدل على الخير كفاعل فسعيد بن زيد كان في المعركة وأخوه في الله يتابع أنه لم ينم منذ أيام فأقسم عليه بالله أن يدخل لينام دخل سعيد نام في الخيمة أخوه يحرسه خشت أن يطوق المعسكر وسعيد أحد قواد الجيش يعني. نعم. فسمع أخوه هذا سمع سعيدا يقول بصوت مرتفع والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية فأخوه قال يبدو أن سعيد من قلة النوم بدأ يقول أي كلام وموت من التعب يعيد سعيد قال جزاك الله عني قال قل خيرا قال ومن أين يأتي الخير قال لما قال خيرا لا قال لا بد أن تخبره قال رأيت رؤيا قال أخبرني قال أستحلفك بالله ألا تخبر عني إلا بعد أن أموت قال خلاص قال لما نمت كأن القيامة قد قامت وكأن مناد من السماء ينادي قد رضي الله عن سعيد بن زيد الله أكبر ما شاء الله الرسول رضي عنه مات رضى عنه عن العشرة من العشرة وسعيد بن زيد شوف الرسول عبر عنه قال حبيب من أحباء الرحمن
فلما سعيد لما نودي عليه قال سعيد رضي الله عنه، فإذا بملكان معهم ثلاثة خيول مطهمة، هم راكبين، ده واحد وده واحد، والثالث قال اركب إلى أين؟ بسعيد. بسعيد اركب، قال إلى مكانك في الجنة. فعلى باب الجنة نزلت، فقابلتني يعني نسوة أشد جمالا من البدر ليلتها التمام. قلت هل هؤلاء هن الحور العين التي كلمنا رب العباد عنهن في القرآن؟ أجبنني وقلنا لا، نحن خدم من خدمهن. يا سلام. كل ما يمشي يشوف أجمل، يشوف أجمل، إلى أن وجدت ثلاثة بينهن واحدة كالشمس. مرحبا بك يا سعيد، أنا زوجتك من الحور العين، أنا العيناء المرضية، فمددت يدي أصافحها. قالت إليك عني يا سعيد، أنت ما زلت في الدنيا، ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. قلت والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية، وأنت توقظني. يا الله. راقب أخوه سعيد، راقب بتاعه، كان يوم خميس في المعركة وصائم. وبعدين الشمس أوشكت أن تسقط خلف الجبل، وإذا بطعنة تأتي لسعيد فوقع على الأرض. جير عليه أخوه، أين الإفطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر، أهلا بك يا عيناء يا مرضية. الله. حنظلة، غسيل الملائكة. نعم. ما هو الكلام، ما لازم نشرح صدور الناس بهذا القصص، دول أسلافنا الصالحون. نعم. دول عشان وهذا في القبر يسأل، هذا شهيد، هذا ما شاء الله هذا لا قوة إلا بالله، مش فيه صاروخ عبر القارات. نعم. وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنة من غير بدون حساب. هذا منهم. هذا منهم سبحان الله. حنظلة. حنظلة غسيل الملائكة، هو أعرس، فقبل الفجر ينادي المنادي المعركة الحرب. نعم. فمن عجلته نسي أن يغتسل. نعم. من جنابته، وخرج إلى المعركة ورزق الشهادة. وبعدين الصحابة وجدوا بللا مبتل، فقال رسول الله من أين؟ صحراء صحراء. نعم. من أين؟ قال غسلته الملائكة، ووقف الرسول وهو يصلي عليه على أطراف أصابعه. قالوا عجبا يا رسول الله، قال من كثرة ازدحام الملائكة، الملائكة نزلت تصلي على حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. فالقصص هذا سبحان الله العظيم يعني يري أن 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 روح العبد المؤمن يعني معنا وتشعر بنا. لكن هناك محور خطير، وهو ماذا في القبر؟ يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر، هل يعني أمسك بالملكين حقيقة؟ لا، هذه رواية ضعيفة. قال تسألني عن شيء كنت أعلم. لا، حققتها فوجدتها ضعيفة. ضعيفة. ما ذكرتها. ولهذا يلزم التنويه للسادة المشاهدين. لا، هذه رواية عن عمر غير صحيحة، ولكن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر. نعم. كان ينادي الكفار بأسماء. القليب البئر. البئر. في البئر. قل يا أصحاب القليب، يا فلان يا ابن فلان، يا فلان يا ابن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ للكفار. إذا الكافر كمان يعني ينادي على أبي لهب، وينادي على الأموات من الـ من الـ من الكفار، من المشركين ومشركي مكة. والصحابة يتعجبون، يا رسول الله اسمع، ما أنتم بأسمع من كلامي منهم، ولكنهم لا يستطيعون إجابة. طيب. نعم. هنالك من ينكر وجود عذاب للقبر. نعم. عذاب داخل القبر. في بما ترد عليهم فضلاتكم؟ أولا من ينكر وكيف ترد عليه؟ أولا منكر عذاب القبر المعتزلة، بعض من الظاهرية، الخوارج، الروافض، القرآنيون الذين لا يؤمنون بالسنة. لا، ينكرون السنة إنكارا تاما. وعليكم سوف نأتي لتحقيق مسألة حساب القبر. القبر، لأن احنا لا نريد أن نتكلم عن عذاب القبر، نحن نريد أن نتكلم عن المنجيات من عذاب القبر. صحيح. يعني أنا لا أريد أن أخذ، لكن يعني الوقاية خير من العلاج. يعني ولكن في نتحقق من وجود عذاب القبر، وهل هو للروح فقط أم للجسد أم للروح والجسد؟ عندما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشية أين؟ في البرزخ.
سوف نأتي القضية تفصيل. هل هنالك صور محددة لعذاب القبر؟ لا. ما هي؟ نحيلك للنصوص عشان موضوع أصل القبر ماذا أحد ماذا أحد ثم جاء ليقول لنا ماذا يحدث. نصوص من من؟ من من الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معذرة فضيلة الشيخ يعني اسمح لابنك في الإسراء والمعراج رأى النار وشرحت له ورأى صور من العذاب. كيف رأى القبر عذاب القبر؟ هو يعني الله عز وجل بما أعلمه وبما أوحى إليه. ما هو الوحي للرسول عن طريق إيه؟ إما جبريل ينزل أو يرى رؤية. هاتان طريقة الوحي. فالوحي لما رأى في ليلة المعراج ما رأى هذا وحي، تمام؟ نعم. أما الرؤية فهي صورة أخرى من صور الوحي التي سوف نخبرك بها الآن إن شاء الله. حديث مشهور عند علماء الحديث، حديث سمر بن أبي جندب رضي الله عنه، أو سمر بن جندب على بركة الله اسمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الغداء الصبح يعني لا. أو صلاة في رواية صلاة أقبل بوجهه فيقول من رأى منكم الليلة رؤيا، فتفهم أن دي صلاة الصبح. صحيح. طبعا عقب رؤيا بعد النوم. فقال فمن رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها يقص فيؤولها. نعم. فيقول ما شاء الله. فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا في يوم من الأيام. يوم من الأيام. لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين. الرسول يحكي وما يحكيه الرسول وحي. خلاص خلي بالك أنا ده وحي من الآن. نعم. رؤياه أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. ما هي؟ إلى بيت المقدس. نعم. ما شاء الله. فإذا رجل جالس هنالك. نعم. ورجل قائم بيده كلوب من حديد. القائم. نعم. قال بعض أصحابنا عن موسى إنه يدخل ذلك إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه. الله أكبر. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. يعني يخرجه ويدخله يعني اليمين واليسرى يفتح هذا الشدق إلى أن يصل إلى القفة وبعدين يشيله فيعود هذا الشدق مرة أخرى إلى أن يفتح ثم هكذا. يا الله سلم يا رب. ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصدع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا. قال للرجلين الرجلان. نعم. حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه مستلقا على ظهره هكذا. نعم. ورجل قائم على رأسه بفهر. فهر حجر. يعني حجر. حجر. نعم. أو صخرة كبيرة. سلم يا يعني الفهر هو الحجر الصغير. نعم. صخرة. أو كبيرة. صخرة فيشدغ به رأسه. يشدغ يكسرها. العمر هذا فعل شديد الدلالة في اللغة العربية. بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يشدخ. يشدخ. يعني ليس يكسر يشدخ. يشدخ. يعني لا يعني. لا إله إلا الله. يعني يفتتها هكذا. يفتتها. هذا التعبير. تفتت. لا إله إلا الله. فإذا ضربه تدهده الحجر. يا الله. الحجر يتكسر. يا الله. فانطلق إليه ليأخذه. فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. يروح ويجيب الحجر. الحجر يتجمع مرة تانية. الرأس تكون التأمت ويصنع هذا الصنع. وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا. لا إله إلا الله. إلى ثقب مثل التنور زي الإيه؟ زي الفرن. نعم. نار. والعياذ بالله. ثقب زي التنور. التنور لا يوضع عليه الغالي عندنا في البلد الكانون. صحيح. ولكنه عميق او بالضبط كده او الاثافي. مثل اعلاه ضيق. التنور ده اعلاه ضيق. سبحان الله. واسفله واسع. يا الله. محكم من الامام. ايوه. النور النار مركزه واسع من اسفل. يتوقد تحته نارا فاذا اقترب ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا فإذا غمدت رجعوا فيها. في ناس يعني. في ناس في التنور. وفيها رجال ونساء عراة.
قلت من هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. لم يجب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى إذا أتيا على نهر من دم. سلم يا رب والعياذ بالله. فيه رجل سلم. قائم على وسط النهر. في وسط الدم. نعم. أعوذ بالله أعوذ بالله. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. نعم. كوب حجارة وده واقف. نعم. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه في فمه. حجر في فمه. لا إله إلا الله. يريد أن يرجع. فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. لا إله إلا الله. شيء مرعب جدا. حتى إذا انتهينا إلى روضة خضراء. يا سلام. وضع على رسلك أن يتنفس الصعداء هنا في روضة الخضراء. كدنا نلهث خلفك يا فضيلة الشيخ. فيها شجرة عظيمة. طيب. وفي أصلها شيخ وصبيان. رجل كبير السن. وصبيان. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها. في الشجرة جوا الشجرة. نعم. في بيت فوق الشجرة. رؤية. سبحان الله. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا. خلاص. قال توقف الرسول هنا بقى. نعم. قلت الرسول بقى صور. ما هذا؟ طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. طيب جميل. أنا عايز أشوفك. طيب. قال نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه. إذ الكذبة يحدث بالكذبة والعياذ بالله تحمل عن والعياذ بالله. هذا عقابه هو يعذب نفسه كاللوب في شدقه الأيمن ويفتح به هكذا أبد الأبدين. الكلام ده كله ده من عذاب القبر حتى يوم القيامة إلى يوم إلى يظل هكذا إلى أن تقوم الساعة. لا إله إلا الله. ابني الكذب يهدم أسر وبيوت وعائلات ودول. كذبة بسيطة يا ابني. ما فيش كذبة بسيطة. في الكذب كذب صغيرة كبيرة هو كذب. فيصنع به إلى يوم القيامة. نص الحديث. يا الله. مش كلام من عندنا. يا الله. والذي رأيته أصل هو يكذب يقول إيه؟ يقول أنا ماشي لقيت سيارة خبطت واحد التاني يسمع منه والسيارة دخلت في خمسة كانوا قاعدين إلى أن تصل المدينة الثانية يبقى زلزال. نعم صحيح. أما الرجل الذي رأيته يشتغ رأسه أيوة. بالحجر فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. يعني واحد ربنا حفظه القرآن. نعم. أو من القرآن. نعم. يجي بالليل ينام زي الباقي ويجي بالنهار يسهو كما يسهو الباقون. لا يعلم ولا يعمل يفضل ولا يعمل بكتاب الله الحافظ ويفضل يشدق على رأسه إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والذي رأيته في التنور في الثقب فهم الزناة. سلم يا رب. مرتكب الفاحشة. إذن هم رجال ونساء. نعم. سلم يا رب. سلم. والذي رأيته في النهر أيوة. أكلت الربا في نهر الدم المتعاملون بالربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في الوزر سواء. آكله نعم. المقترض الربا نعم. وموكله المعطي نعم. وكاتبه موظف البنك. وموظف أيضا موظف البنك كاتبه ولا تحميل قوانين المؤسسة وقوانين البنك كاتبه كاتب إيه القرض هذا الربا كاتبه نعم. وشاهديه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ده موضوع الربا موضوع خطير ما كان ليس بهذه السهولة يعني. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هو أنت عايز حرب أكثر من اللي فيها؟ يحاربنا الآن أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وجيراننا وأهلنا وحرب بيننا والأسف واستخف بنا حثالة الأمم. صحيح. هذا آكل الربا. نعم. طب الشجرة. والشيخ في أصل الشجرة. أيوة. إبراهيم عليه السلام. أبو الأنبياء. يعني. يا سلام. والصبيان حوله فأولاد الناس. المؤمنين يعني. نعم. والذي يوقد النار مالك خازن النار. قاعد يقول لك ورجل يوقد. صحيح. هذا هو مالك عليه السلام. مهمته. مهمته. كلما خبت زدناهم سعيرة. هنجي سنأتي للنار. شوف الجنة والنار يبني لن أتي فيها إلا بالآيات. سنأتي بالآيات إن شاء الله. والدار التي الذي والدار اللي شفتها دي هي الجنة اللي في الشجرة الجميلة. الشجرة. اللي شاف الجنة وكده سبحان الله العظيم. هذه الجنة وفيها بقى أنا عند سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء الجنان بقى الرجال والنساء المؤمنين والصبيان والأخوات المؤمنات وكذا إن شاء الله. هذه صور من عذاب القبر. صور من عذاب القبر. هل هذا كل عذاب القبر؟ هذه مجرد نماذج عناوين بس احنا بنتكلم عن الكذاب. ايوه خاصه الرسول صلى الله عليه وسلم الكذاب. ايوه عالم القران. أيوة. الذي لا يعمل به او حافظ القران الذي لا يعمل به. الزاني. أيوة. او الزانيه واكل الربا. اكل الربا. دول اذا اربعه اشياء لابد انهم هم اس بلاء وفساد المجتمع كله. انت لما تبحث عنهم هتلاقي كل الانحرافات بتاع الدول وسبب انهيار الحضارات هذه الاربعه. الكذب. الكذب مره ثانيه. الكذب. ها حافظ القران الذي لا يعمل به. عندما يعطل العالم علمه. ايوه يعطل علمه او يقول لك لا لا انا مش فاضي اعطي دروس انا ما عندي لا 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 ما في تجيني مشاكل اؤذى. صحيح. او لا يعمل هو به هو نفسه. تعطيل علم القران. تعطيل علم وعدم العمل به. اول من تصعب بهم النار يوم القيامه عالم. نعم. انما علمتم ليقال عالم يبقى المرائي. ها. ثم الزاني الزنا. الزنا والعياذ بالله ارتكاب الفواحش. ارتكاب الفواحش في احد البلاد الاوروبيه عند ظهور الايدز. يعني احنا عايزين رجل وامرأة من هذا الشعب يعني شعب معين في الغرب يعني. نعم. الرجل لم يتعامل مع احد غير زوجته لمدة 5 سنوات سبقت لم يجد ولا واحد تقدم. يا الله سلم يا رب سلم يا رب. والزنا. أيوة. واكل الربا. اكل الربا. الربا والزنا والكذب وتعطيل العمل بالقرآن. تعطيل كلام الله عز وجل. وتعطيل كلام الله فيه من المصائب ما لا يحصى في حد ذاته. قال صلى الله عليه وسلم ونحن نحارب بهذه الأربعة أشياء. اسمع بابن يا رسول الله لو دخل علي رجل ليأخذ مالي. رأى صحابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ قال قاتله. قال ادفعه. نعم. فإن لم يدفع قال قاتله. قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. قال فإن قتلته قال هو في النار. لا إله إلا الله. قيس دي على القوانين الوضعية. دخل عليك لص يسرق مالك دفعته من دفعش قاتلته فقتلته. القوانين الوضعية تقول إيه؟ أقتل اللي ما أقتله أنا أقتل. تحكم تقتل. طبعا. هل بالضبط القوانين الوضعية دي يعمل إيه بالضبط؟ واضعها. نعم. ماذا يريد أن لسانه حال يقول إيه؟ يا ربي قانونك هذا ليعجبني أنا سوف أضع قانون من عندي أنا قانوني أنصع وأفضل من قانونك. أنت عايز كفر أكثر من هذا؟ سلم يا رب. أنت عايز مصيبة أكثر من دي؟ أنت عايز بلوى أكثر من هذه؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه الصور من عذاب القبر للرسول عليه الصلاة والسلام أراها الله تبارك وتعالى له كي يحذرنا. تمام. وكي ننتبه. تمام. ولكي نعد العدة. أيوة. لهذا اليوم. تمام. تمام. طيب. تمام. هي مستمرة إلى يوم القيامة. نعم. لن تتوقف. بس في نقطة. وهي المؤمن في البرزخ تمر عليه حياة البرزخ كوقت ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. لا يحس به. في الجنة. وهو إيه؟ ومستعجل. والكافر هذا تمر عليه دهور. طب هذا للكافر ام للمسلم العاصي ام لمن تتوفر فيه هذه الصفات؟ تفر له عذاب محدد في القبر خاص بالله رب العالمين. ده قطاع يعني هذا للعصاة من أمة الإسلام الذين ماتوا وما تابوا المسلمين المصر حتى نحدد المصر
بالرغم من انه شاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكن بحقها. هذا الكلام بحقها. وحقها عند الله عظيم. حقها صيام وصلاة وابتعاد عن ما حرم الله، ابتعاد عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال الناس، عن الظلم، عن الزنا، عن الربا، عن الفحش، عن وهكذا. نعم وهكذا. طيب الدعاء لهم من الخارج يخفف عنهم صور العذاب هذه، قراءة القرآن، وهبة القرآن لهم، الصدقة، العمل. إذا مات ابن آدم، احنا قلنا في الحلقات ده هنقعد القواعد. نعم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. القرآن ليس للقراءة في المآتم، القرآن دستور أمة، القرآن منهج حياة، القرآن لنسعد في الدنيا والآخرة. والله واضح أن هذا الكذاب لا يغنى عنه من الله شيء. يعني لكن المهم أن القرآن إذا قرأته أنا فثوابه لي. نعم. لكن لو أن أبي كان سببا في أن أحفظ القرآن، كلما قرأته ذهب ثوابه لي. لو هو سبب في أن حفظني الأحاديث، كلما أقرأ الأحاديث تذهب ثوابه له. هذا الذي زرع حسنة جارية، صدقة جارية، عملها في ابنه، عملها في، وخير ما نصنع هذا الولد الصالح. ويؤتى بحافظ القرآن يوم القيامة، ودي دعوة لكل المشاهدين والمشاهدات بتحفيظ أولادنا وبناتنا القرآن، أن يجي على باب الجنة الأب والأم اللذان كان سببا في تحفيظ الولد القرآن، أن يلبس الأب والأم تاج الشرف وحلة الكرامة. ولذلك العجيب، المتوفى لما راح وخلاص وبدأ الحساب، تجتمع عليه الأرواح التي ماتت من قبل، جيرانه في المقابر أو عالم الأرواح، الله أعلم، عالم في قبره مقارب. فقط يعني لا عالم الأرواح، عالم الأرواح. نعم. وتسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان، ازاي محمد خالد، ازاي فلان، ازاي فلان. فروح العلماء التي بينهم، أرواح العلماء تقول دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا، خليه يشم نفسه. يا سلام. يعني وكأنه جاي من ازدحام، شوف، وكأنه جاي من ازدحام، كانوا جاي من ورطة، جاي من كرب، خليه يشم نفسه شوي، أريحوا الجثة، أريحوا. سبحان الله، شوف نص الحديث قال إيه، قال فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه. كانوا ضيف جاي جديد، وبعدين يسألوه عن بعد ما يستريح، فلان فلان فلان، ولو فلان ولو فلان قد مات، هو يقول لهم ها فلان مات، فيتعجبوا، وما مرت علينا روحه. فتقول أرواح العلماء بينهم: لقد ذهب إلى أمه الهاوية، فبئس المرضع وبئس المرضعة. نص الحديث. لا تشغلهم، لا يسألون عن أعراض الدنيا. لا 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 لا، الدنيا خلاص، دي كانت فيها ده حلم كابوس وانقضى، هما أفاقوا. يعني بعد هذا التجوال والتطواف، وانت قربت حلقتنا على الانتهاء، نريد من فضلاتكم درسا بسيطا في دقيقة نتعلمه حتى يسعدنا الله تبارك وتعالى على تجنب صور عذاب القبر هذه. يعني أقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي، أحبتي في الله، يعني ماذا ننتظر؟ يعني كل هذا الكلام وارد في الكتاب والسنة لنا، الحمد لله رب العالمين، وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح في قرآنه سبحانه وتعالى. فماذا ننتظر؟ أنا أهيب بالجميع أن نلحق اليوم لنتوب، فربما لا تطلع علينا شمس الغد. بس نعم. يعني الاستعداد للقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. يبقى إذن ينتظرنا الموت. ماذا ننتظر؟ ننتظر الموت. يعني ممكن كل هذه المسألة في لحظة تحدث. يعني أحد المشاهدين للحلقة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يشاهد الحلقة، عليه رحمة، أبلغني أهله بذلك، رحمه الله رحمة الله، عليه رحمة الله، وهو يشاهد الحلقة وأسكنه الله في السماء. وكلنا هكذا، يعني كلنا قد نكون هذا الرجل.
نعم. لن ندع الفرصة حتى ندعو لأموات المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعلها حفرة من حفر النار. آمين. اللهم اغفر لهم وثبتهم عند السؤال. آمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم. آمين. ولا تفتنا بعدهم. آمين. واغفر لنا ولهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. آمين. وتب علينا جميعا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شكرا لحضراتكم، وكل الشكر للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي.